بسم الله، السلام عليكم. مش راكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن حال. اليوم جبت لكم حاجه خفيفه وبنينه واقتصاديه وخفيفه على اليوتيوب، وقفت وجديها. اليوم جبت لكم دجاج محمر في المقله. شوفوا هنا واش عندنا. هنا عندي 4 ليكويس على حسب افراد العائله تاعك واش كان عندك. فوالا هنا عندي 4 ليكويس. علاش غير ليكويس برك؟ خاطرش العائله تاعي ما يحبوش الصدر تاع الدجاج، هذاك اللي يحبوا غير ليكويس برك. راح نطيب غير ليكويس دوك. هنا ليكويس نقسمهم على 2 فوالا. وبالنسبه للدجاج، الدجاج ديروا بالكم اي فيه واحد الصفوريه، ديك الصفوريه راهي تمرض، ديروا بالكم. داك اللي الدجاج نغسلوه قبل بالماء والخل والملح، نخلوه مده 5 دقائق في الخل والماء والملح، ومن بعد نحوه نخلوه يكتر، ومن بعد نطيبوه. فوالا دوكا هنايا عندي شويه تاع ما في الكوكوط، شويه برك ماشي بزاف، ما كثرش الماء. نحط فيه هذاك الماء زوج سنات تاع ثوم، نقسمهم هكذا باش يطلقوا البنه، ونحط مغرف صغيره تاع ملح. هنا راح لي المقطع تاع الملح. فوالا المهم نحط مغرف صغيره تاع ملح، ومن بعد نحطوا الدجاج تاعنا اللي خليناه مقبل في الخل والملح، الخل والملح، ومن بعد نقطروه ومن بعد نطيبوه. هنا راح نحط شويه تاع لي زيبيس للبنه. فوالا ما حطينا والو، هنا حطينا الماء والملح والثوم ولي زيبيس، هذا ما كان، ونخلوه يطيب. فوالا ما نخلوش يطيب بزاف، الدجاج كي يطيب بزاف راه يفسد. نخلوه هكذاك. انا هنايا خليته مده 15 دقيقه، مده 15 دقيقه فوق النار. فوالا من بعد ما طاب نحيه. شوفوا هاوليكم، شوفوا مازال حاكم روحو، ما لازمش نخلو الدجاج يطيب بزاف يفسد. فوالا شويه برك دوك نحو الدجاج تاعنا هنا، وما لازمش نحو في الصفايه باش ما يكترناش، لازم الدجاج تاعنا يبقى هكذا بالماء تاعو، ما لازمش يكتر. فوالا باش من بعد يشد لنا الخلطه اللي رايحين نديروها له. دوك هنا بعد ما نحينا الدجاج تاعنا، دوك نروحو نديرو الخلطه تاعنا. الخلطه هنا شوفوا واش عندنا. عندي 3 مغارف تاع فرينة، عفوا 3 مغارف تاع فرينة، وعندي 2 مغارف تاع مايزينا معمرين مليح. علاش المايزينا؟ المايزينا تعطينا قرمشه باش هذاك الدجاج تاعنا يجي قرمش. وعندي مغرف صغيره تاع الملح، الملح على حسب الذوق، على حسب الذوق الملح. وعندي مغرف صغيره تاع لي زيبيس اللي هي راس الحانوت، وعندي مغرف صغيره تاع الكركم تعطي له لون، وعندي مغرف صغيره تاع زعتر، زعتر بودره بري تعطي له واحد الريحه وتعطي له واحد البنه بزاف شابه. وعندنا هنا الثوم، من الاحسن ثوم بودره، اللي عندك ثوم بودره حطي ثوم بودره. نخلطوا كامل هذا النواشف. هذه الخلطه تاعنا هنا، هذه الخلطه هي اللي حطتي لنا بنه للدجاج. هنا بعد ما خلطنا الخلطه تاعنا، دوك هنا عندنا لاشابلوغ، عندنا هنا لاشابلوغ اللي هو الخبز محمر. فوالا انا هنا الخبز انا محمراتو بزاف، من الاحسن يكون الخبز صفر احسن، ومن الاحسن ديري الشوفان. لكن عندك الشوفان راه مديه في الشوفان احسن. فوالا انا هنا ما كانش عندي الشوفان، انا حنحط الخبز، هي من الاحسن الشوفان. الشوفان يجي بزاف بنين ويجي اللون تاعو شباب. دوك هنا عندي 2 حبات، بعد نحط حبه برك ومن بعد نشوف اللي خصني نزيد. ونحط عليها 2 مغارف تاع الحليب، ونحط عليها شويه ملح. دوك هنا نجيب نحط المقله، ونحط الزيت، نحط الزيت شويه برك ما نكثرش عليه، خاطرش الخلطه هذيك توسخ لنا الزيت باش الزيت تاعنا ما يضيعناش. فوالا دوك هنا عندنا الحبه البيض، وعندنا الخلطه اللي خدمناها، وعندنا لا شابلوغ. دوك الخلطه هذيك هي اللي راح تعطينا قول الدجاج تاعنا. دوك الدجاج قلت لكم بلي ما لازمش نقطروه، الدجاج نخلوه هكذا بالماء باش يرفد لنا هذيك الخلطه. فوالا هاوليكم الدجاج تاعنا مازال ما قطرش، مازال وقتك بالماء باش يرفد لنا هذيك الخلطه. فوالا. وبالنسبه للي العائله تاعها ما يحبوش البيض، ولا اللي عندهم حساسيه من البيض، ولا اللي ما عندهاش البيض، تقدري غير في هذيك المرقه اللي طاب فيها الدجاج تحطي كيما هكذا في الفرينه، وتعاودي تحطيه في ديك المرقه، وتعاودي تحطيه في الفرينه كيما هكذا وتحطيه يطيب. فوالا بلا ما ديري بيض، بلا ما ديري اي حاجه. دوك انا هنا حطيته في الخلطه هذيك تاع الفرينه، ومن بعد نحطوه في لاشابلوغ. وكاينه حاجه ثاني، الفرينه هذيك كي تبقى لك، ديك الخلطه تاع الفرينه كي تبقى ما ترميهاش، حطيها في بورتمونجي، حطيها في الفريجيدر وخليها هكذا. كي تحبي طيبي سردين، تحبي طيبي هكذا حاجه تقليها في المقله تلقايها ترمدي فيها حاجه هكذا، سورتو السردين. دوك رانا في وقت السردين السخانه، دوكا انا في وقت السردين، السردينه داير حاله. فوالا خبيها في البورتمونجي وخليها مره اخرى تلقايها. دوكا هنايا شوفوا، شوفوا كيفاش راح حكم روحو معانا، ما طابش بزاف. شوف داك اللي قلت لكم ما تخلوش يطيب بزاف، كي يطيب بزاف يفسد. فوالا انا خليت الدجاج تاعي خليته 15 دقيقه فوق النار. فوالا دوكا نرمدوه مليح مليح، كي تكون الدجاج تاعنا مشمخ يرفد لنا ديك الخلطه مليح، ديك الخلطه تعطي له واحد البنه، واحد الكو، واحد القرمشه بزاف هايله. فوالا هكذا هكذا اكله بزاف خفيفه وبنينه واقتصاديه وخفيفه على اليد، مع هكذا دوكا لقينا الصيام تاع عرفه. ان شاء الله ربي يقدرنا ويتقبل منا، هكذا فرحي بها العائله تاعك، تجي بزاف بنينه وخفيفه. فوالا، واللي اول مره تشوف القناه دير ابوني، تفعل الجرس باش يلحقها كل جديد،
وبارطاجوا فيديوهاتي، ما تنساوش ديروا لايك. فوالا دوك هنا نرمدو من قبل كامل في الفرينه، ومن بعد في البيض، ومن بعد في الخبز. دوك هنا بعد ما كملناهم كامل، دوك نروح نحطو المقله على النار ونحطو الزيت، وما نكثروش الزيت، نحطو شويه برك تاع الزيت. فوالا، وهنايا ما نخلوش المقله تسخن بزاف، يا شويه، ومن بعديها نقصوا النار، خلو على نار قليله باش هذيك الخلطه تاعنا ما تنحرقناش، لخاطر لو كانت تحرق هذيك الخلطه تاعنا يجينا الدجاج تاعنا مر. هذاك اللي الخلطه هذيك ما لازمش تنحرق لنا، لازم تكون النار قليله باش هذيك الخلطه تزيد تعطينا بنه في الدجاج تاعنا. فوالا هكذا ما تنحرقناش، والدجاج راه طايب هذاك، عليه ما نكثروش الزيت، نحطو غير شويه برك. الزيت شتو يتوسخ، الخبز يوسخ الزيت، فوالا الخبز وديك الخلطتين توسخ الزيت. هذاك اللي باش ما تفسدوش الزيت، ما تكثريش الزيت، الدجاج راه طايب برك، باش تحمر لنا هذيك الخلطه وتعطينا وكوف الدجاج تاعنا. هذا مكان فوالا، ان شاء الله تعجبكم التدبيره هذه، وان شاء الله تعجبكم الوصفه هذه. فوالا ما تنسونيش باللايك برك، ان شاء الله نكون خفيفه عليكم. المهم الدجاج حطي على حساب افراد العائله تاعك، واش كان عندك عائله. فوالا خفيفه وبنينه واقتصاديه بزاف هايله، هكذا تزيدي معاه برك طبسيطه شلاطه وانت كملتي الحشا تاعك. فوالا هاوليكم الدجاج تاعنا بعد ما كملناه، ان شاء الله تعجبكم الوصفه، ولا جربتوها ان شاء الله تنجح لكم. ما تنسوش برك نقصوا النار، فوالا هكذا باش ما يحرق لكمش الدجاج تاعكم، وتجيكم هذيك الخلطه بنينه. هذاك الزعتر يعطي لك واحد الريحه وواحد الكو بزاف هايل. فوالا هنا انا شاركت معاه البطاطا، ان شاء الله تعجبكم. شاهدكم في الجنه، ومع السلامه.